طيب ورجعنا تاني مع صندوق جديد من بزياده، وده يعتبر الجزء الثالث من صناديق بزياده اكستريم. يا ترى بقى هنكسب ايه جوه؟ انا مش عارف، بس نتمنى من الله ان احنا نكسب هدايا جامده جدا. بس قبل ما نفتح عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك، فكله يعمل لايك حالا. بصوا عايز الدنيا كلها تولع لايكات وشيرات وبتاع، علشان انا متفائل خير بالصندوق ده. نفتح بقى الصندوق. حاسس ان انا بفتح بلاي ستيشن 5، ما اعرفش ليه مبسوط قوي كده. دي بتبقى من اسعد اللحظات اللي بتبقى على البيت، علشان رزان طبعا بتحب الهدايا اللي بتبقى موجوده جوه. فنشوف بقى ايه اللي هيطلع لنا من الصندوق ده. نبدا بقى مع اول كيس معانا، والكيس ده يعني يعتبر مليان حبه حلوين. الهديه اللي جوه يعني تقيله حبتين وبعدين بيتلق، فهو الكيس يعني هنشوف ايه اللي جوه. يا رب ما يطلعليش اكسسوارات، يا رب يا رب الصندوق ده ما يبقاش فيه اكسسوارات نهائي. انا اتغسل من جوه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ يا لهوي، ايه اللي جوه ده؟ ايه ده؟ تعالوا بس نجرب طعم الجبنه. بسم الله، لسه محافظين على الكواليتي بتاع طعم الجبنه عالمي. ده ايه البتاعه الغريبه اللي طلعت لي دي؟ يعني بصوا حاجه ناشفه كده في نفسها، وبعدين مكتوب عليها كلها بالياباني. يا رب تكون حاجه قيمه. بس ايه البتاعه الغريبه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بصوا هو اللي طلع لي هي كروت غريبه قوي، بس شكلها برضو نضيف قوي كده في نفسها. تقريبا ده من انمي معين، انا مش عارف ايه الانمي الغريب ده. وهنا تقريبا كاتبين لي مانوالز ولا ايه، علشان طريقه اللعب ولا بتاع. ما اعرفش بقى الكروت دي غاليه ولا مضروبه، مش عارف الصراحه. بس دول 7 كروت. لو الكروت دي غاليه فدي انا ممكن اديها جيف اوي، بمناسبه ان احنا وصلنا 100000 سبسكرايبر على اليوتيوب الحمد لله. فاي حد عايز الكروت دي يقول لي بقى في الكومنتات، وان شاء الله هختار حد عشوائي كده ونبقى نديها له. نخش بقى على تاني كيس معانا. والكيس ده تقيل قوي، يعني تقيل قوي، وبعدين في حاجه كبيره قوي جوه. لا يعني حاجة زلطة كده او حاجة ضخمة كده في نفسها. يا رب يطلع حاجة حلوة، او حيلة وتطلع اكسسوار. يا رب ما تطلع اكسسوار. بص معايا كده جوه، هي فين اصلا؟ ايه ده؟ استنى، ايه ده؟ ايه الحاجات الغريبة دي؟ بصوا هو ده كده اللي طلع لي، وبتاع برضو يعني ناشفة قوي كده في نفسها. تعالوا نفتحها ونشوف ايه الهدية الغريبة قوي دي. بصوا ده كده شكلها، ومكتوب من ورا تايم اوف سنت، وبعد كده كاتبين لك استوديو كليب، وغالبا دي حاجة بتتفتح. فتعالوا بقى احنا نفتحها كده مع بعضينا ونشوف ايه اللي هيطلع لي جوه. بسم الله، ايه ده؟ مراية. بصوا بقى الانفينيتي لوب. والله هي تعتبر اكسسوار، بس تعتبر يعني حاجة كويسة ممكن أي حد يستفيد بيها، يعني تعتبر هدية كويسة قوي. الدنيا ماشية كويس لحد دلوقتي. تعالوا بقى نخش على الكيس التالت. الكيس ده برضه فيه حاجة كبيرة بس مش تقيلة، يعني هو حاجة كبيرة مالية الكيس كده في نفسه. شكل العلبة دي مبروك ولا إيه؟ نفتح كده. بسم الله، إيه ده؟ ده رزق الرز. طلع لي مسدس ميه، بس تحسه كده يعني مسدس فضائيين، ما اعرفش بيتملى ميه منين اصلا. ده كده شكل المسدس، وطلعت الميه بقى بتتملى من هنا. يعني بصوا الخرم بتعمل ازاي، ويعني الصراحه الكواليتي بتاعته حلوه جدا. تقريبا المسدس ده ممكن يعدي ال 15 20 جنيه كهديه، فيعتبر هديه برده معتبره من كيس ب 10 جنيه. نخش بقى على ربع كيس معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكيس ده ما اعرفش ليه تحس ان هو فاضي، يعني بصوا هو كده نص فاضي. طب هيطلع فيه هديه اصلا ولا هيضحكوا عليا؟ نفتح ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا معايا، في حاجه جوه. ايه ده؟ ده كده الحاجه اللي طلعت لي، ومكتوب لي هنا بيبي بورد، يعني دي المفروض سبوره للبيبيهات، يعني حاجه مناسبه جدا للبنت رزه. وده كده الوش بتاعه، وطبعا احنا هنجيب يعني قلم ونكتب عليها. بصوا يا جدعان، وتتمسح وبتاع، يعني هتبقى رزان، هتقعد تلعب لحد بعد بكره. وتقريبا الظهر بتاعها معمول ان انت تكتب عليه بالطباشير، بس انا للاسف ما عنديش طباشير عشان اجربه. بس يعني بتاع حلوه جدا، يعني لحد دلوقتي انا مبسوط جدا يا جدعان. كده احنا وصلنا لنص العلبه. لو انت ما عملتش لايك فاعمل لايك حالا. كده احنا وصلنا لنص العلبه. لو انت نسيت ان انت تعمل لايك فاعمل اللايك، عشان اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا. ما تنساش الفولو لو انت بتتفرج على الفيسبوك. نخش بقى على الكيس الخامس. الكيس ده يعني هو فيه هديه كبيره، هو كيس فاضي بس فيه هديه كبيره. تعالى يعني نشوفها. يا رب يطلع حاجه بقى جامده جدا من المره دي. بسم الله بسم الله بسم الله. كده يعني ماشي. وده كده اللي طلع لي، ده اتوبيس رحلات مكتوب عليه فاير انجن سوبر هاي سبيد، يعني ده سريع جدا. ده طبعا شكله الصراحه شكله حلو، بيلد الكواليتي بتاعته كويسه. طبعا ده اللي احنا بنرجعه كده، نلاقيه ماشي كده. يعني الصراحة اتوبيس لذيذ جدا. حطه على جنب. خش بقى على الكيس السادس. يا مسهل، ايه اللي جوه؟ وحاجة ناشفة، يا رب ما تطلع لي السبورة تاني. حاجة ناشفة، مش عارف ايه اللي جوه.
حاجه ناشفه وطويله، شكلها اتوبيس تاني. انا هتقهر لو طلعت اتوبيس تاني، لان يعني انا هعمل ايه بالاتوبيسات؟ انا شفت اللي هيطلع لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقت الكيس. ده كده شكل اللعبه اللي طلعت لي، وده كنت كتبت حاجه شبهها بس ما كانتش ارنب، كان عباره عن ايس مان او حاجه كده. وده كده الشكل بتاعه. وانا المره اللي فاتت كنت كسبت لعبه شبهه طبعا، وشها طار والطبله طارت والزمبلك طار وكل حاجه طارت، بس ده يعني شكله احلى بكتير. فاحنا طبعا هنركب له الطبله هنا، بعد كده تلف بقى الزمبلك، وبعد كده استعد لاكتر حاجه صداع ممكن تسمعها في حياتك. يعني صراحة هدية لذيذة جدا، بنت رزانة هتتبسط بيها جدا. خش بقى على الكيس اللي قبل الأخير. يا ترى هنكسب الآلة الحاسبة ولا لأ؟ يا سلام، يا رب أكسب الآلة الحاسبة، يا رب أكسب الآلة الحاسبة تاني. شوف إيه اللي هيطلع لنا جوه. إيه ده؟ ما تقولش أتوبيس تاني؟ إيه ده؟ إيه كل ده؟ ده كده شكل العربية اللي طلعت لي، صراحة شكلها حلو قوي. تعالى أفتح حالكم. ايه ده؟ ده حتى بصوا، يعني بصوا يا جدعان، دي بتتفتح اللي هو كده، اللي هو يعني شغل فاخر من الاخر. واو واو، دي عربيه ريترو لمحبي العربيات القديمه. دي بقى العربيات اللي نزلت زمان قوي. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا مهتمين. اعمل لك الطره بتاعت العربيه، عاملين لك عجل وبتاع، واللون بتاعها جامد قوي. هي لو كانت سودا طبعا كانت هتبقى اكتر واقعيه، بس شكلها جامد قوي. تعال بقى نجربها كده، بترجع بظهرها ولا لا؟ واو. صراحة احساسها في الايد جامد قوي. البتاعة دي جامدة جدا. ياما رزان صح. ازيك رزقك هنا، ايوه تصحي تلاقيك الشيبس، صندوق شيبس. خدي جبت لك لعب كتير. خش بقى على الكيس الاخير معانا يا مسهل الحال. الكيس ده تقيل قوي. ايه ده؟ صدقوا ما خدتش بالي ان هو تقيل قوي كده. يعني بصوا سامعين، في حاجة بتلوق قوي جوه. يا رب يا رب يا مسهل يا مسهل. لحظة الحقيقة، اعمل لايك. ايه اللي جوه؟ مفيش لعبه ولا ايه؟ لا ما تهزروش يا جدعان. اهي. تاني 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 يا زكي. ماشي، صراحه يعني قرروا لعبه او يعني حاجه مفيده بالنسبه لي، الموضوع كويس جدا. لا ده كده، ده دي شكلها مختلف، يعني الرسمه بتاعتها مختلفه. استنى اقولها لك. ده كده شكل اللي طلعت لي مكتوب عليها يو اند مي، يعني انت وانا وبتاع. وده كده شكل اللي طلعت لي في الاول. اني واحده فيهم بقى شكلها احلى؟ قولوا لي في الكومنتات. بس الواحد ممكن يعمل فرح بالمرايات دي. دي كده حصلت الحاجات اللي طلعت لي. ما اعرفش بقى ايه اغلى حاجه فيهم، يعني تقريبا الكروت دي هتبقى اغلى حاجه فيهم. زي ما قلت لكم، دي هتطلع هديه لو طلعت غاليه طبعا، وحاجه حقيقيه، فهتطلع هديه لاي حد يقول لي عليها في الكومنتات، فكله بقى يقول لي عليها. وطبعا سوشيال لايك وشير وسبسكرايب والفولو وكل الحاجات الجامده دي، واستنوا الفيديو اللي جاي. سلام.